طيب مدام هناء، انت حكيتي لي قبل ما نبتدي انه الواقعه دي كانت على اساس ان في عوده، هترجعي لطليقك او حاجه زي كده، ازاي؟ هو كان طلقني قبل رمضان بيوم، رمضان اللي فات ده؟ رمضان اللي فات. فقعدنا طبعا شهر ما بنتكلمش مع بعض، لحد ما رمضان خلص بدأ هو بقى يتكلم وكده. بس فكان الشهر ده صعب عليا طبعا، زي اي واحده في الدنيا بتتطلق وكده. اول ما كلمني بعد رمضان بصراحه فرحت، لاني الشخص ده انا كنت بحبه وما زلت بحبه لانه ابو كم ولادي. سنة جواز؟ 20 سنه. 20 سنة جواز. طب ايه اللي يخليه يطلقك بعد 20 سنة جواز؟ يعني هو انت اختار، اللي طلبتي ولا هو اللي هو قرر؟ اختار حياه تانية طبعا، و يعني وسابني وكلمت من 15 سنه. انا انفصلت عنه، بس فهو اختار حياة وانا اخترت ان انا يعني ابعد انا كمان وكده. هو رفض يطلق، ففضلت منفصلة 15 سنة. قلت له براحتك تطلق ما تطلقش، انت خلاص طلعت من حياتي. لان طبعا انا مش ضد ان يتجوز تاني ولا تالت ولا رابع، زي ما بيقول لي الشرع او بيقولوا الشرع محل الاربعة. يعني طبعا انا مش ضد كده، بس يعني انا مش يعني مش عايزه اضغط عليكي بالسؤال عن التفاصيل، بس عشان حتى يعني اللي بيتفرجوا علينا الستات يتعلموا من تجربتك. يعني انت قعدتي 15 سنه معاه متجوزين على الورق منفصلة بس منفصلة، ومنفصلين، أنا اللي اخترت. وهو جوز واحده تانية، هو اتجوز وخيرك ان انت تطلقي او تفضلي على ذمته، ولا هو خلاكي تفضلي على ذمته؟ هو كل ما اطلب منه الطلاق بصراحه كان يقول لي روحي خلعيني، علشان طبعا ما يبقاش في لي حقوق وكلام من ده. فانا ما اخبيش عليكي، ما كنتش يعني موضوع فكره الطلاق دي ما كانتش في دماغي اول حاجه، لان عندي عيال وخلاص. فكره ان انا فصبرتي 15 اتجوز، سنة ما هو انا فكره ان انا اتجوز تاني دي استحاله، حتى بعد ما اتطلقت دلوقتي استحاله تحصل. من الوجع اللي شفته استحاله تحصل ما بتفكريش تتجوزي تاني خالص. اتجوز ازاي وانا عندي عروسه؟ ربنا يخليها لك. ده خليك. طيب كملي لي القصه، وبعدين كلمك بعد طلق بعد 15 سنه. ها انت اللي طلبتي زهقتي فطلبتي الطلاق، لا، ولا هو اللي خد القرار؟ هو كان دايما كل اللي بلجأ له من اهله وصحابه، عايزه اتطلق وكده. انسي مش هيطلقك، كانوا بيقعدوا معاه، مش هيطلقك الا بعد ما تكبري، ما تنفعش حد. بس انت ولا كبرتي ولا وفعلا حاجه، ده انت جه عروسه زي القمر اهو. الله يخليك. وفعلا جه قبل رمضان وقال لي خلاص هنتطلق. هو طول ال 20 سنه بيهددني هطلق هطلق هطلق. فجه في الفتره في اليوم ده قال لي ان انا هطلق وكده. بصراحه كان ممكن كان جواه ان هو مش عاوز يطلق او حاجه، بس انا من كتر الوجع قلت له طلق. خدتي موقف؟ وجع الساعه ولا كل ساعه؟ ما انا عايشه 20 سنه كل ما الباب يخبط بفتكر ان حد جايب لي الورقه. كل ما بتاع كهربا يخبط اخرج واقول له انت جايب لي ورقه الطلاق. فخلاص عايزه اخلص. في اليوم ده هو فاكرني هترجعه واقول له معلش سامحني، خليني على ذمتك. قلت له لا طلق. قال لي خلاص هيبقى طلاق على الابراء. قلت له موافقه ما فيش مشكله. وتنازلتي عن كل نزلت حاجه؟ عن كل حاجه، لان ما ماليش عنده ولا حاجه قانونيا، انما اللي بيني وبينه وبين ربنا ان انا صرفت ذهبي وصرفت فلوسي وكل ما املك على الشخص ده عشان الاولاد، عشان ولادي وعشان بيتي. كان كل كلامه لما بشتري حاجه في البيت، لما بصرف على البيت، بتجيبي عشان ولادك، بتجيبي عشان ولادك مش عشاني، مع ان انت المسؤول ان انت تجيب وتصرف. بس انا مستغربه جدا يعني ان انت بعد كل المعاناه دي، يعني 15 اتجوز عليكي وقعد 15 سنه وخاني وخانك واتجوز عليكي وقعدتي 15 سنه زوجه على الورق بس، وهو عايش مع زوجه تانية، وبعد كل ده قرر فجاه ان هو يطلقك، ثم قال لك نرجع فوافقتي؟ لا، ما يعني انا، لا انا كده كده اوريدي كنت هلبس الفستان زي ما هي قالت لي، انا عمري ما لبسته في حياتي. يعني لبستي الفستان على اساس ان انت رايحه اللي انا هترجعي؟ لا، رايحه احتفل مع بنتي باليوم اللي انا ما احتفلتش بيه، اللي هو طلاقي. يعني انت قلتي لماما تعالي نلبس البسك فستان ومن ساعة ما ونعمل حصل مكياج ونتصور، وعملتوا عملتوا فوتوشوت، حفله صغننه كده اهو، وعوضا عن اللي فات، وتفاجئتوا ان هو عايز يرجع. عملتي ايه؟
طبعا كنت عند الميك اب ارتست، فجالي ومعاه الورقتين اللي هو كان عاوز يرجع بيهم، وكان قايل لي بصراحه ما فاجئنيش ولا حاجه، انا عارفه ان هو جاي ومعاه ورقتين بس. فنزلت انا طبعا ورقتين عرفي مش رسمي، يعني مش رسمي، يعني بعد ما كنا متجوزين رسمي على سنه الله ورسوله، يعني بعد ما كنتوا متجوزين رسمي عايز يرجعك عرفي، عاوز يرجعني عرفي. طب يرجعك ليه؟ اذا كنت انت طول ال 15 سنه بتقولي كنت مراته على الورق بس، عايز يرجعك ليه؟ هو بصي حضرتك، وطبعا ما كنتش يعني اعرف يعني ايه شخصيه نرجسيه، بس عرفت ان هو سمعت دكاتره كتير وعملت سيرش عن الشخصيه دي، فعرفت ان الشخصيه نرجسي بيبقى تعبان نفسيا وهو بعيد عن الفريسه بتاعته اللي هو انا كنت انا للاسف. فهو كان بيستمتع بعذابي. فانا لما رحت كان عارفه اللي هو جايب ورقتين وعاوز يتجوزني عرفي، وانا طبعا استحاله اوافق كده، لان مهما كبرت ومهما قلت عنده او عند غيره انا كبيره في نظري. صحيح. لان انا لو كنت فضلت 20 سنه على ذمته، انا ما فشلتش ان انا اكون ام ولا زوجه. لا ما فشلتيش في ان انا كنت بحاول ان اغير فيه. ما بيتغيرش النرجسه، ما بيتغيرش، ما تغيرش، ما بيتغيرش. كنت بحاول اغير فيه، سامحته، وكنت عايشه معاه والله اول مره اقولها، على امل ان انا اكون اخر محطه في حياته كنت راضيه بيها، لان هو كبير في السن وعنده 60 سنه، اكبر مني ب 15 سنه. هو اكبر منك اصلا. كنت حابه ان انا اللي ارعيه لما يكبر ويعيا، كنت حابه اولاد هم اللي يرعوه، ما كنتش حابه ان هو يتبهدل بعيد عننا. والله العظيم ده اللي كان مخليني متحمله لحد دلوقتي.